بكل الحب وبكل عفوية وتلقائية نتواصل تتواصل جولاتنا في اليوم الجمعة اللي يسبق نهار السبت. نهار السبت اللي هو فيه موعد السبت مع فندق الغلة، واحنا حتى اليوم جينا لفندق الغلة باش نشوفوا جانب آخر من فندق الغلة. اليوم أكيد لازم نعملوا طلع على الخضرة وعلى الغلة، لكن حبينا نبداو من هنا، هذا جانب ما خدمناش قبل. بعد باش ندخلوا نشوفوا كالرافيولي والحكايات هذوكم الكل. تحية كبيرة لحسين بن علي اللي هو يأمن في هالصور هذيا. دونك وجينا كما قلت بدينا بالجناح نتاع الاسماك، جانب من جناح الاسماك. تحيه ايضا للامن وبلديه واداره البلديه لهنا في السوق في فندق الغله اللي ديما يكونوا معانا ويواكبونا. الامن خاصه اللي يكون ديما بجنبنا باش يامن هالزياره هذه. اليوم خلينا نشوفوا حوت الزوالي احنا كما قال اخونا هذاك، اما خلينا نشوفوا السردينه لهنا ب 3900، المرجان 6800. حتينا من الورقه بالله، هذه راهي ورقه مربيه. الورقه اي مربيه، هذه مربيه ما ثماش ورقه بحريه كما نعرف انا. دونك التريليا غاديكا 9.8 وخلينا نشوفوها لهنا ب 10 دينارات. باش تعمل لي رميز ولا مثبت؟ ربي يفضلك، ربي يفضلك. هاو الشباب قال لي حوت الزوالي لهنا. اما شكون يغلب توا، حوتك ولا حوتك؟ التريليا تغلب. انت قلت التريليا تغلبكم؟ لا تعرفش كيفاش؟ فضوها توا نجيكم. باهي نشوفوا لهنا عاد اش عنده. هاي هاي الصال 16.8. انت بلاش؟ والله بلاش. انت قلت ولا 30 دينار ب 15؟ انت قلت بلاش. قال بلاش بلاش، قال بلاش يا خويا. صحاب اش فيك؟ وده شو ما ده؟ 20 دينار برك. هاي به شو ما ده؟ مش مناني هذا. هذا قربسي. هذا قربسي فوالا. هي هيك كعبة كاملة فوالا. خاطر كي تقصها تولي ما عادش ثبتها. هذاك القربسي. معايا راسي حسين بن علي ولد البحر ولد رادس. أو كان من غاديك ال النزلي. تعرف اللي النزلي هذا يتسمى رخيص مستان سلامات نلقاه فوق ال 20. النزلي يتسمى رخيص برشا اليوم. اي هاني قلت له انا يتسمى رخيص خاطر مستان نلقاه فوق ال 20. شنو هي حكايته اليوم؟ والله يا ربي يعطي خيره ما فما حتى حكايه. ها السول، السول مستان ب 25000 وب 13000. ريته ب 25000 هذاك مستان. اللهم صل على النبي. ربي يعطي خيره خويا. الناس الكل خليت ياكل لكن احنا نرجع بعد نص النهار نلقاه رخص. والله صعيبه شويه خاطر حاطين البلايك بالضبط. نقول لك علاش. كي تجي برشا سلعه انا ماذا بيا نبيع لك انت؟ انت وكيل باش تاكل. نبيع لك اللي كنت نصور فيك انا دينار 500 في الكيلو ونخدم انا كله. ربي يعاونك. يرحم والديك. ربي يبارك لك. اما باش نجي بعد نص النهار. بعد نص النهار وانا نولي نغني لك غنايه. قال لي نغني لك غنايه. اجا غني لي توا. اجا. مادام فنان. علاش نستنى حتى نص النهار باش تغني لي؟ غني لي اللي تحب. تسحر عينيك رباني، تسحر عينيك، تسحر عينيك وش سيم وديك وخياني. تحية لسمير لوسيف بالله صديقنا. اخونا اخونا سمير. سمعت تسحر عينيك رباني، تسحر عينيك وش فر سلم وديك. 10.8 القرنيت. هو يسحر. سمعتش قال لك هو يسحر سوبيا. طبعا بعد نشوفوا له جلبانه 11.8 والبومسك 16.8. علاش هذاك ارخص؟ خاطر المفروض هذا يكون ارخص، البومسك يكون ارخص من القرنيت. تسحر عيني رباني هذا 11. بشير وينو مختار؟ بشير مختار ديما متخبي. يطل عليه يطل بالسيخ. انت جاب الرنقه وجاب كل شيء. جاب الرنقه؟ جاب. عجب الرنقه؟ عجب الرنقه. فوالا لاباس زعليه. الحمد لله الحمد لله. الله يعينكم عايشك. وينو عز دينك نتاع وزاره التجاره بالله؟ اجا منه اجا منه. كيفاش؟ الله يعينك. سافا
كيفاش يغني وحده مالا؟ قاعدين يغنوا شنو نعملوا نحن؟ شنو لا ثم غنيه من غنيه؟ انا غنيه تحت الغنيه نتاع الاسعار نتاع شنو؟ لا ما يسالش باش نبداو لهنا احنا تويكا. بلا حسين الدنيا بدات تبرد. 5000 الكيلو. بكم؟ والنواصر 3000 الشايح. الكلها سميد هي. 5000 الكيلو حلاله ما في البرد. رد بالك المرايا حسين. راهو لازم تعرفوا راح نخدموا بلاش ريجيسور دونك وهذا اختيار الحقيقه دونك لازمنا نتعاونوا يا حسين ما يسالش سايس روحك. مش قلت لك لو الامن باقي يعاون فينا احنا حتى في الديبلاسمون نتاع زميلي. احنا حبينا ناخذ الجنب ذات ونحكيو على كرافيولي. اي المرحي هاو بالله خذ هاكا مرحي. مرحي مالح ب 6000، مرحي حلو ب 6000، مرحي نص ملح ب 6000، كله 6000. هاو جبن بيتزا ب 7 دينارات، الموتزاريلا، نهارك سعيد. اهلا بك. جبن عربي حلو هاوك وجبن عربي نص ملح. هذه سبيسيال بيتزا. هذه اللي في عمري انا راه مش ماركه بيتزا ما نكذبش عليك. اعطينا حاجه بالدبابش احنا هكا. ها؟ باش تاخذ جبن مدام ولا؟ من احسن الجبان في مارش سنترال هذا الذمه. هاي يرحم والديه. ان شاء الله مش فيك يا مدام عايشك. اي ها هو الجبن لهنا بالله. يطولوا الجبن اللي باش نذوقوه احنا. لا لا مش طب يا ودي لا. نفضلك عليك. نفضلك عليك احنا هكا. الشدار هذا ب 6000، موتزاريلا ب 6000، فوندون ب 6000، جريير ب 7 دينارات، وفوندون تاع بيتزا هذاك. انت عاد مغروم بالبيتزا عاد. اي فرحان. ها مغروم بالبيتزا. ها لهنا الكونسيرفاسيون بالكدا ها. ايش بيه؟ شنو هي هذيك؟ هذه موتزاريلا سبيسيال اللي فوندون تعمل فيلونت في البيتزا. وعندنا السيسيليان دي ميسيل. السيسيليان بالثوم والمعدنوس. عندنا الكويت. يا ولدي اعطيني الاسوام الاسوام. الاسوام كلها كيلو سيسيليان 14 دينار. عندنا الموتزاريلا الفيلونت سبيسيال هذه كيلو 18 دينار. وعندنا الجوتا. الجوتا باجاي الكيلو تاعها 3500. كل بري الاسواق مناسبه وعاملين يعني التخفيضات الايامات هذوما باش مرحبا بالناس الكل. مرحبا بالناس الكل. دي بروموسيون في الاسواق الكل. البريموسالي لهنا عندنا 22 دينار اللي هو كان 28 دينار. باهي باهي باهي. سي نجيب للسحي عزين اهلا بيك. يا عزين اش عملت لنا في الحوت؟ ريتك انا ناشط في وسط سي عزين هو متفقد الشؤون الاقتصاديه في المكتب القار نتاع وزاره التجاره لهنا. الحوت اكثر فيه يعني في متناول جميع الشرائح الاجتماعيه في تونس يعني سردينه الغزال متوفر تريليا البيضة تريليا الحمراء وهذا ناتج على الاستقرار السابق للطقس والاحوال الجويه خلى البحاره تخدم يعني كل يوم والحمد لله يعني هو والدواجن يعني فما في المتناول تنجم تقول في المتناول يعني. باهي قداش الدجاج خاطر يمكن ما دخلتش الدجاج في ندور الخضره. للدواجن اللحوم البيضاء يعني فما انخفاض عنده اكثر من جمعتين من 5000 حتى ل 6000 الدجاج الاسكالوب من 11000 حتى 11990 يعني 12000. البيض قعد مستقر 800 820 يعني ان شاء الله يقعد مستقر في راس العام. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحة يا زين. خذ لي خويا هاي الرافيولي. اسمع واحد باش يعمل فطور قداش يلزمه من كعبة رافيولي؟ رافيولي شوف 150 جرام للوجبة الواحد معناتها 150 جرام بار بيرسون فهمتني هذا 600 جرام فوالا. هذيك شنو هي الكوكتيل مقرونه؟ مقرونه مقرونه بالخضره. بلا لا خذ لي البسكوله هكا هو. انا نحب نحيي الناس اللي عندهم بسكوله هكايا اللي تستجيب لكل المواصفات دونك به برا حسين لا يفوتنا الوقت خلينا ندخلوا لك الخضره والغله. اهلا بك. باش تاخذ لنا رافيولي؟ لا لا انا نعمل في دور اش ناخذ شويه دقله ونروح. صحه وبالشفاء.
الدقلة في المارشي سنترال تبارك الله. تبارك الله ما شاء الله. طالعة شوي الأسوان طالعة شوي يا طالعة من المطلوب ما شاء الله. الدقلة خيرية ربي سناء إن شاء الله. اللي قاعدت في الشجرة متاحة وشاحت شاحت والمواطن التونسي ما يستنفعش به. علاش؟ صحيح صحيح. علاش هذا الكل؟ احتكار نتاع قشارة. دقيقة هكا منصف منصف ايجا. أنا راني من راستابيا وأعتز بذلك ومنصف كورسو لاعب سابق في الإفريقي وفي نادي حمام لمفو لطحونتي ونحبه برشا. منصف أخي عامل دور مقام أنت في مارش سنترال؟ لا نهبط ديما نهبط الصباح ديما المارش سنترال نهبط نهبط الصباح. حتى أي حتى أنت ما شاء الله عليك كنت زاد كرة ولا عبد. لا لا كرة ومرفق. كرة ومرفق أي لا كنت أنت حتى مصلي على النبي عليك حتى تو ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك حتى تو. اخويا منصف انا ديما راه تنورنا في تحضير معنا. ربي يفضلك ان شاء الله ديما ربي يبارك لك. يرحم والديك ربي يبارك لك محمد. ريت المره هذه ما نجمش تشري بالبيع. لا لا ما نجمش ريت ما وتعجبني كي تبدا تقول على البافيت البافيت وعلى ديما تعجبني والناس الكل يقولوا الناس الكل يباركوا لي يقول لك الله يعطيه الصحه سي محمد. قبل ما نختموا خلينا نعاودوا نذكروا والله يعطيك الصحه منصف. اي نحافظوا على بعضنا نحافظوا على رواحنا. اي تري بيان دونك الكمامه التباعد. الله يعطيك الصحه والله يعطيك الصحه. هذايا الجل والماء والصابون بالله ونغسلوا يدينا. ومنصف عندك جايزه. ربي عندي جايزه. اي ها هي هات يدك. يبارك لك والله يعطيك الصحه محمد والله. ربي معك منصف عايشك سال نهارك زين. منصف كان من الملاعبيه اللي من العرس نتاع نادي حمام لمفو بدا هو كاريرو في النادي الافريقي. خلينا نشوفوا شويه خضره بالله. والله يعطيك الصحه سي شفيق. برا اخويا سايس روحك سايس روحك هكاك لعينكم. اهلا بيك كي نهزوا نذوق تو. اي لا لا فدك عليك فدك عليك 9.5 الدقله جديده تو هذه نتاع جديده جديده. شنو هو تو؟ شنو هو تو؟ ربي يفضلك منور بناس اخويا قوم عليها عايشك الله يخليك عايشك ضريبه على الزيتون بالله هاوكا التكوبري هذا تعرف هذا يقول له اكتوبري يقول له تكوبري 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 وهذا الليموني هذا اسمع هذا نجم ياكلوه من غير حتى ما يملحوه يعملوا بالزيت اوه زيت وقارس وهذا الليموني الاخضر هذا هاكا وذاك المسك وهو ديما نحطوا هذا مع وقت اللي الملح و البسباس الجاري ناخذوا شويه خضره ها الغله ما يسالش عند اكرم بكرا ديما ما يسالش اخويا ديما منوره النصبه هكا اللهم صلي على النبي الكريمه هذيا هذا بالله خلينا من خلالها هي نحيي صاحبنا خالد سبنجر كان جا معنا خالد سبنجر توا ما يخرج ما يشري كعبه كيفاش؟ عندها زوز اسامي انا نعرف اسمها الكريمه ونعرف يجيبوها من نفزه ومن كل الشيرات هذيك منين هذايا؟ هذايا نتاع ابو عرقوب ايوا بلاي انت راهو السلام امانه وصل ولا سلامي العربي زوخه صديقنا وخونا عربي زوخه باهي خذ بانو على حمزه تو باش ناخذوا الخضره لانه غدوه باش نرجعوا احنا في نفس البلاصه لهنا حمزه بقداش؟ دينار 600 القارس واخيرا واخيرا الاثنين ما عادش تكتب لا باس باهي ناخذوا فكره على الخضره بالله يا حسين الله المستعان قداش هو قداش وصل القمره تو هاو 3125 مش وقته اختانا مش وقته اعطينا البطاطا نتاع وقتها تويكا اللي تو باش تبدا تهبط هي ناخذ الطماطم ما تاخذ ليش الفلفل بالله اختانا هاك البطاطا غادي بدينار و300 ودي القمره كيف كيف باقي راني نقول مش وقته الله عينك يا معلم الربعي جيت باش نقول هذا السيفي 14.50 اي الشتوي بقداش؟ 980 باهي ديما اختانا ما كلي مش وقتهم بالله يلزم الناس المعدنوس بقداش؟ المعدنوس 400 ربط 400 ربطه اليوم دونك ما يسالش احنا حسين نكونوا اليوم كملنا جولتنا تسوق وتذوق في فندق الغله نهار الجمعه
وهذا التوطئه للموعد السبت اللي باش يكون بتبيعته لهنا في فندق الغله. نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد مع التسوق والدرق. وديما قبل ما نختم نجدد التحيه للامن لهنا والاداره نتاع البلديه اللي توا عندنا من رمضان توا ما لقيت منهم الا المسانده والمساعده. دونك من الواجب انه نحيوهم من الاعماق. نلتقي غدا باذن الله في موعد متجدد، وديما نقول ان شاء الله ربي يجريها على الصلاح. الى اللقاء.